يعني انا شايف ان المشهد الفني المصري هو بحاله جيده، كويس معقول، لكن مش يعني مش ممتاز، في مشاكل، في مشاكل كتيره. وانا شايف ان احنا يعني الدوله مش عايزين نستنى ان الدوله هي اللي تعمل لنا حاجه. يعني انا معترض شويه على حته اللي ان انا مستني كقطاع خاص ان الدوله هي اللي تيجي تقول لي تعالى ونتعاون والكلام ده. لا، القطاع الخاص هو اكتيف اكتر من الدوله. القطاع الخاص هو اللي يقدر يخبط على باب الدولة ويقول لهم يا جماعة أنا عندي 1 2 3 4 نقدر نعملها. بالظبط بالظبط بالظبط، حقيقي حقيقي. والنقطة الثانية والأهم إن إحنا محتاجين، يعني أنا آسف اللي أنا أقوله، بس محتاجين شوية تنظيم، محتاجين الفنان يعرف إيه الحقوق اللي ليه وإيه اللي عليه، الجاليريز ايه اللي ليه وايه اللي عليه، الكوليكترز ايه اللي ليه وايه اللي عليه. ما كلنا لازم نساعد بعض. هو انا معلش انا كجاليري محتاج ابيع واشتغل عشان اعرف افتح واعرف ادفع ايجاري وادفع مرتباتي واكسب، وفي نفس الوقت الفنان، طيب هل انت بتدي له حقه؟ وهل انت كفنان انت بتدي حقك الفنان، حق الجاليري حقه؟ هل انت بتروح تبيع من وراه؟ هل السعر واحد في كل حته؟ في مشاكل كتير. هل الكوليكترز مهتم بالفنانين الصغيرين او الشباب، ولا احنا بس بنتكلم وبنفوكس على الرواد؟ وتش منطقي، بس لازم ندي فرصه للناس. فتاني انا حاسس هو المشهد كويس وجيد وما فيش مشكله، بس محتاجين تطور، محتاجين ان احنا نتشاف اكتر بره. يعني لما الواحد بيسافر بره، يا جماعه تعرف فلان، تعرف كذا، تعرف فنان كذا، لا احنا مش معروفين. في البيج بيج بيج نيمز هم المعروفين، بس بقيه الناس يعني محتاجين كلنا نتعاون، كلنا نسمع بعض، محتاجين ان احنا نشتغل مع بعض، محتاجين يا جماعه والله كل الجاليريز. انا عندي قناعه ان التورتايه كبيره جدا، واحنا ازاي نقعد مع بعض ونشتغل احنا نكبر حجم التورتايه دي. ما نقعدش نفوكس ونشتغل على 500 600 كلاينت، ما نقعدش نفوكس ونشتغل على 600 700 فنان. عايزين نعرف ان امتى نقول للفنان لا شغلك محتاج تطور. لازم الفنان يسمع، الفنان ما بيسمعش. احنا بيجينا يعني الاف الفنانين عايزين يعرضوا، طب مين هيوجههم؟ ما دي نقطه تانية. هل التوجيه صح من الجاليري، ولا التوجيه صح من الكليه، ولا التوجيه صح من ايه يعني بالظبط؟ فبس يعني طبعا انا موافقكم جميعا في كل اللي قلتوه، بس انا هتكلم النهارده كالمتحف المصري الكبير او كليجسي المشغل للمتحف. انا هبص لها ان احنا في حته ايجابيه جدا، لان ده اول اكزامبل، اول مثال للدوله بتسند اداره اكبر متحف في مصر، اكبر متحف في العالم للحضاره المصريه القديمه، بتسند تشغيل هذا المكان للقطاع الخاص. فدي كبيرة جدا، دي خطوة كبيرة جدا من الدولة، الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. ان ده متحف بتاع مصر كلها، وتشغيله مقام من القطاع الخاص اللي انا جزء منه. فدي حتة ايجابية جدا. والمتحف ده مش بس متحف حضارة مصرية قديمة، هو متحف وهو اصلا ومركز ثقافي عايز ينمي او يشارك في ان هو يبقى منصه للفنون، للديزاين، للحرف المصريه، لكل مكونات الثقافه المصريه. فاحنا في حته كويسه، دي بدايه كويسه. من كام اسبوع كان عندنا كونسرت للسوبرانو فاطمه سعيد بقياده نادر عباسي، دلوقتي عندنا ارت كايرو، كل ده واحنا لسه ما فتحناش. فاحنا في حته كويسه جدا، بداية خطوة كبيرة جدا من الدولة تاخدها ان هي تسند تشغيل الصرح ده اللي بقاله 20 سنة، قصته ابتدت من 20 سنة للقطاع الخاص. ومن خلالها يبقى فيه برضو منصة للثقافة المصرية والعربية. يعني احنا عندنا يمكن اقعد اتكلم ساعات على الخطط اللي عندنا والافكار اللي عندنا، وممكن احنا يعني نحب ان احنا نبقى جزء من ان احنا نجمع الجميع ونبقى نبدا الحوار، ويعني لان هي منصه دوليه العالم كله بيبص عليها. احنا بقالنا هنا اقل من سنه بنشتغل، العالم كله، انا مش بهزر، العالم كله مستني افتتاح المتحف. فنستعملها كمنصه مش بس للحضاره المصريه القديمه، ولكن كمان للثقافه المصريه بصفه عامه. يعني فانا متفائله
كإدارتي للمتحف يعني. بلاش بلاش بقى كارت ادفايزر، خلينا في حته ثانيه. لا 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 احنا عايزينك تتكلمي كارت ادفايزر. لازم لازم شيلي البرنيطه دي وحطي البرنيطه الثانيه في المرحله الجايه. بصوار، اول شيء انا حابه احكي عن تجربتي الخاصه. انا ماني مصريه، بس اول ما وصلت على مصر هقول جمله واحده. كان معي صور صغيره وكنت بدي روح اعرض بجاليري من جاليريات القاهرة. فمرقت على كل الجاليريات، ما حدا قبلني، ما حدا قبل. فأنا قلت حأنجح بمصر، كان جاي من بيروت، قلت حأنجح. رحت وعرضت، كان في بالفيرست مول محلين بيعرضوا للفنانين، فعرضت، قالوا لي جيبي لنا لوحتين، وفعلا هذا اللي صار. حطيت وشوي شوي تعرفت وكملت. وحتى في صار حادثة بسيطة، واحدة من الجاليريات قالوا لي فعلا مرقتي انت علينا؟ قلت لهم ايه مرقت ورفضتوني. فأنا اللي بدي أقوله إنه مصر بالنسبة للشرق الأوسط، أنا ما هحكي كبلاد عربية، بحكي على الشرق الأوسط ومصرة الشرق الأوسط، لأنه الشرق الأوسط كناية عن layers. وقلت لها الكلمة لحبيبتي فاتن إنه نحن مثل الميلفوي. فهل نوع من الحضارات التراكمية تراكمت بقوة بمصر وأنتجت، دائما كانت القبلة الأساسية لأي فن، غناء، شعر، مسرح، كتابة. وبحقبة كبيرة كتير كان وكانت كوزموبوليت، كتير نجحوا منهم صحافة، حتى إذا قلنا روزا اليوسف أو الأهرام وما إلى ذلك. وكل هاي فنون، الكتابة فنون والمسرح فنون والغناء وما إلى ذلك والفن التشكيلي. وأهم منطقة أنا بقوله بلد هي مصر. فلازم كتير نهتم أو تهتموا، ونحن منكون فخورين بأن تضل القبلة الكاملة للشرق الأوسط فعلا. يعني هيجي حدا من برا يقعد يفتي ويقولوا نحن وكذا، وبعدين المودياليزاسيون لما بدنا نطلع لبرا نحن بنعملها. يعني نحن كلنا الفنان بطبعا توجيه من جاليريات او من كوريتور او من داعم لهالشيء، هو اللي بيقدر يوصل للموندياليزاسيون. بعدين انا عم بتطلع بالنسبه للاورينتاليست، الاورينتاليست كانوا كثير مهمين بالنسبه لحقبتهم، كل عقلهم وكل انتاجهم نبع طالع من الشرق، من الشرق كومبليتمون يعني. فهي كتير كتير مهمه. عايزه ابني على اللي محمد قاله، واللي انت بالذات يا سعيده قلتيه، وده سؤالي للدكتور وليد. حاضر. انا بس عايزه اسال حضرتك، وعايزه ابني على الاكزامبل اللي سعيده قالته، ان المتحف الكبير دلوقتي بيدير بشركه خاصه. هل في فكر ان المتحف الفن الحديث في دار الاوبرا يتعمل هكذا، او في فكر انه يتطور؟ عشان في الاول وفي الاخر دي اول حاجه، دي اول حاجه لو هنتكلم فن، ده المكان اللي الناس عايزين يتعلموا، ان كانوا فنانين او ارت لافرز هيروحوا يتفرجوا على تاريخ مصر في الفن الحديث. وبكل شفافيه المكان مش ممكن يتطور، لازم يتطور ولازم يتحسن، ويبقى فيه permanent collection، rotating collection، كل دوار تتحسن، اللوجوز تبقى صح، ما فيش spelling mistakes، الإضاءة، كل الحاجات دي، ما أقفش ticketing ويقول لي البطاقة فين. معقولة رايح أتفرج على متحف يقول لي البطاقة، عايز بطاقتي ليه؟ فهل في فكر أو حضرتك بتفكر في إزاي نطور المتحف ده بالذات، وبعدين نشوف اسكندرية وطنطا والحتت التانية؟ رسالة وبتضحك اهي. ايوه. شوفي، هو طبعا متحف الفن الحديث، انا مش عارف حضراتكم عارفين ولا ليا شهرين. ما تقولوش التجربه لو سمحتوا بس عشان.
شوفي احنا معترفين ان في قصور واضح في كتير من المتاحف الفنيه اللي تابعة لقطاع الفن التشكيلي. في حركه حاليا في عمليه تطوير في بعض المتاحف، وكالعاده في قصور في التمويل المادي لان ده طبعا موازنه عامه وحاجات من هذا النوع. لكن متحف الفن الحديث حاليا بتجري فيه عمليه تطوير في الاساسيات، يعني بنطور في تكييفات، بنطور في عزل الاسطح، بنطور في الحفاظ على المخازن لان فيها اعمال كبيره جدا. كلامك مظبوط 100% انه محتاج تطوير، محتاج مجموعات متغيره، لازم يكون العرض المتحفي ده متغير. الكم الف عمل اللي موجودين في المخازن لازم يخرجوا للنور بصفه دوريه. المكان بشكل عام انا شايفه المبنى نفسه ان هو اقل كتير او اصغر كتير من ان هو يستوعب حركه الفن المصري الحديث بشكل اساسي. وعشان المكان ده يتم فمحتاج نوع مختلف من الاداره المتحفيه بالتاكيد. ده بالنسبه لسؤالك بشكل مباشر على المتحف ده تحديدا. نضيفي على كده بقيه المتاحف والوضع فيها اسوأ، وده يعني مش سر وانا بقوله بشكل علني جدا. تعليقا على كلام الاساتذه، استاذ محمد يونس قال جمله فيما يتعلق بان الفنان محتاج توجيه. هو حقك كجاليريست انك توجه الفنان او انك تاخد من الفنان ما يتناسب مع الكوليكتورز بتوعك، تمام. لكن هو في نقطه من انطلاقا من ده، هل حركة البيع هي اللي بتوجه تطور حركة الفن في مصر، ولا حركة البيع بتخدم هذا التطور؟ يعني ده موضوع صعب جدا، لأنه يعني حتى من قبل ما أكون موجود في القطاع بلاحظ بشكل كبير جدا إن في تأثير لحركة البيع ونوعية الحاجات أو نوعية الفنون أو اللون اللي بيبقى عليه إقبال قد يكون موجه أو مؤثر في توجهات الفنانين بشكل عام، وخصوصا الشباب منهم، تمام. وده لازم نكون معترفين إن الجاليريهات الخاصة إلى حد ما دلوقتي بتوجه ذوق المشتري وبالتالي بتقود اتجاه التطور، وأنا أخشى إن ده يبقى مضر مش مفيد، لأنه ممكن يقفل أبواب كتيرة لتطوير الحركة الفنية بشكل عام، تمام. بالتأكيد مش الكليات هي اللي هتوجه، أنت في النهاية بيجي لك خريجين كتير جدا. أنا في الكليات أنا تعرفين أنا أستاذ أصلا، يعني بدرس تصوير، فعادة يعني عادة ما بنبقاش مستهدفين من أي مجموعة طلبة بتدخل الكلية أكتر من 10% اللي ممكن منتظر أنه هو يبقى فنان فاعل، الباقي بنعتبره متخصص، ما فيش مشكلة في ده، لأن طبعا القماشة أصلا اللي داخل المكنة ما هيش